يلا بينا نطول ونكثف شعرنا في اقل من شهر. الوصفه دي رائعه جدا، هتخلي كل اللي يشوف شعرك يقولك ازاي غيرتيه. وصفه رائعه جدا جدا، مكوناتها كلها متاحه عندك في البيت وبسيطه. يلا بينا نعمل لايك اشتراك في القناه ويلا بينا. السلام عليكم، يا رب كلكم تكونوا بخير. عاملين ايه حبايبي؟ وحشني جدا جدا. الوصفه النهارده بتطول الشعر، بتكثفه وبتعالج التساقط وكمان الفراغات، ولو عندك صلع وصلع وراثي الوصفه دي رائعه وممتازه جدا جدا ليكي. المكونات النهارده اللي هستعملها في الوصفه بسيطه قوي يا بنات، ما تنسوش بس اول حاجه تشيكوا دايما على اول كومنت بحط لكم فيه وصفه كويسه جدا للشعر، لتطويل الحواجب، لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش، يعني هتلاقوا فيها وصفه اكيد هتبقوا محتاجينها. يلا بينا على طول ندخل في المكونات. اول حاجه بس عايزاها نسبه المشاهدات عندنا يا بنات، يعني الناس اللي عامله اشتراك مش زي نسبه المشاهدات، فانتوا بتتفرجوا من غير ما تعملوا اشتراك، وده شيء بيزعلني جدا. يا ريت لو لقيتي نفسك بتتفرجي عليا او لقيت نفسك بتتفرج عليا وانتي مش عامله اشتراك، يا ريت تعملي اشتراك ولايك وصلي على رسول الله في الكومنتات تحت. اول حاجه هجيبها النهارده معايا هي برطمان. ممكن تجيبي طبق او برطمان عشان نبدا نحط فيها المكونات بتاعتنا. المكونات بتاعتنا النهارده هحطها كلها في البرطمان ده على طول، لا هنحطها بقى في حاجات معينه وحاجات كتيره ونقعد نشيل ونقعد نحط، لا كل المكونات بتاعتي النهارده هحطها على طول في البرطمان. المكون الاول اللي عندنا هو روزميري او اكليل الجبل او الازير. لو عندك اسم تاني في دولتك بتسميه باكليل الجبل قولي لنا تحت في الكومنتات، واكتبي جنبك اسم الدوله عشان لو محدش عارف اللهجه اللي انا بتكلم فيها نساعد بعضنا في الكومنتات. استخدمت هنا معلقة واحدة فقط كبيرة من الروزماري. اهم حاجة الروزماري يكون مغسول، لان بيبقى فيه اتربة لما بيبقى عند العطار، ساعات بيبقى فيه حشرات، ساعات بيبقى فيه اتربة. ممكن الحاجات دي عشان هنحطها على شعرنا فالاتربة ممكن يكون فيها بكتيريا، فبالتالي هتأذيكي وتأذي فروة شعرك، واحنا مش عايزين كده نهائي، احنا بنعالج مش بنبوظ. فالافضل ان انت لما تستخدمي اي اعشاب الافضل ان انت تغسليها كويس. انا بصراحة اول ما بجيب الكمية كلها بغسلها واجففها، واول ما بتتجفف بحطها في كيسة وابدأ ان انا استعملها في وصفاتي. المكون بقى مهم جدا جدا عندنا النهارده وليه بدايل لو مش متاح عندك، وهو زيت السمسم. زيت السمسم يا بنات بيفعل جدا جدا في تنشيط الدوره الدمويه، فبالتالي الشعر بيطول وبالتالي الشعر بيبقى كثيف عن الاول او عن طبيعه شعرك. مهم جدا جدا في الوصفه زيت السمسم. لو مش عندك زيت السمسم تقدري تستخدمي زيت الخروع. هحط معلقتين كبار من زيت السمسم او معلقتين من زيت الخروع على حسب اللي عندك، مهمين جدا قوي يا زيت السمسم يا زيت الخروع. وعشان هما زيوت تقال فحطيت منهم معلقتين فقط. الزيت التقال دايما تعودي نفسك ما تكتريش منها، يعني الزيت التقال الزيت التقيل دايما تكوني قليله الكميه بتاعته. المكون بقى التاني او الزيت التاني اللي عندنا النهارده هو زيت جوز الهند. زيت جوز الهند يا بنات بصوا غني عن التعريف في موضوع ان هو بيطول وبيكثف وبيبقى رائع جدا 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 في تطويل وتكثيف الشعر. فانا النهارده عشان زيت جوز الهند خفيف فهحط منه كميه حلوه، يعني اعتقد كده هحط منه ممكن 3 معالق. زيت جوز الهند مهم جدا عندنا يا بنات، لو انتوا اخدين بالكم زيت جوز الهند اللي انا مستعملاه زيت بيور ونقي جدا وكويس. ليه بقى؟ انت بتعرفي منين؟ زيت جوز الهند بتاعي متماسك متماسك، ريحته قويه جدا وحلوه، يعني ريحته يا بنات نفاذه ورائحه جدا جدا، وكمان متماسك ولونه ابيض فبيبقى صلب. زيت جوز الهند بيبقى صلب بالسايح، في الشتاء بيبقى صلب، في الاوقات اللي بتبقى ساقعه بيبقى صلب، بيبدا يسيح شويه في درجه الحراره العاليه اللي هي زي الصيف. تمام؟ فانا بصراحه بحب اجيب زيت جوز الهند بتاعي بيور، فحاولي وانت بتجيبي الحاجات دي من عند العطار اتاكدي ان حاجته كويسه. ممكن تساليه، يعني اسالي العطار قولي له انا عايزه الحاجات دي تكون كويسه ما تدينيش اي حاجه. العطارين لما بيلاقوكي محتاجه حاجات كويسه ساعات بيطلعوا الحاجات الكويسه اللي بيبقوا جايبينها من اماكن كويسه ونظيفه. تمام. المكون بقى اللي عندنا وده المكون الرئيسي والمهم جدا والزيت الحامل لكل اللي انت حطاه قدامك ده هو زيت الزيتون. زيت الزيتون من الزيوت الخفيفه جدا، من اخف الزيوت، فبصراحه هي دي بقى اللي انا بكمل بيها الزيوت بتاعتي، يعني هي دي بقى اللي انا بستخدم بيها باقي الزيوت بتاعتي. تمام. عايزه اقول لك بقى ايه، يعني انا حاطه هنا نص كوبايه من زيت الزيتون. مهم جدا يا بنات المقادير دي، لان انا حاطه المقادير على حسب كثافه الزيت
وعلى حسب تقله وعلى حسب خفيف ولا تقيل، فمهم جدا. فحاولي على قد ما تقدري الكميه اللي انا حطاها انت كمان تحطيها، لا تزودي ولا تنقصي. انا هو عملت الزيوت بتاعتي، وزي ما انتم شايفين زيت جوز الهند برضو على وضعه طلع فوق تقيل متماسك لونه ابيض فاتح تحفه جدا، ما حتى مسحش. انا هنا عشان اسيح زيت جوز الهند واسخن الزيت بتاعي شويه، مش هينفع طبعا ان انا اغلي، فهيحصل ايه؟ هيحصل كالاتي: هجيب طبق زي ما انتم شايفين وابدا احط فيه البرطمان بتاعي وانا قافلاه، وهبدا اجيب ميه سخنه واعمل حمام مريم اللي هو الحمام السخن بدل ما اغلي الزيوت. الزيوت بتاعتك ما تتغليش تماما، الغلي ده بيدمر الزيت بنسبه 40% بتستفيدي، الباقي ده ضايع فكده ملهاش لازمه، فما تغليش زيتك. كل اللي احنا نعمله ان احنا بنسخنه. وعلى فكره انا كل ما بستخدم الوصفه دي بسخن البرطمان او اسخن الكميه اللي انا هستعملها على شعر. الزيت اللي بيكون دافي بيكون حلو جدا وبيحرك الدوره الدمويه، يعني ده موضوع اساسي. زي ما انتم شايفين حطيت ميه مغليه جدا على البرطمان، هسيبه نص ساعه الميه تبرد، البرطمان بتاعي يبرد وكل حاجه تبرد وتبقى زي الفل. والزيت جوز الهند نفسه هيكون سايح كده، وتبدأي ان انت تعرفي تتعاملي معاه. طريقة استخدام الزيت ده بسيطة جدا جدا. انا بصراحة يعني انت عايزة يومين ثلاثة وتبدأي ان انت تصفي الخليط من زيت جوز من روزماري براحتك. انا عن نفسي بسيب الروزماري في الزيت لحد اخر نقطة في الزيت بتاعي، بسيب الروزماري. ليه بقى؟ لانه طول ما الروزماري في الخليط بتاعي بينزل الخصائص بتاعته، بيديني افادة اكتر، فانا ليه استعجل واشيله؟ فانا مش بشيله خالص وبفضل مستعملاه، بطلع بس الحبه اللي انا هستخدمهم بمعلقه من البرطمان. استخدمي معلقه خشب تمام، وطلعي حوالي معلقتين ثلاثه من الزيت، وابداي ان انت خديهم باطراف صوابعك ودلكي فروه شعرك لمده 5 دقائق بالزيت، وبعدين خدي الباقي اللي على اطراف صوابعك ودلكي بيهم الاطراف لحد تحت الاطراف المتقصفه، عشان طبعا الزيت علاجي وبيعالج الهيشان والتقصف. بعد 4 ساعات بتغسلي شعرك من الزيت. الافضل ان انت ما تبقيهوش على شعرك بالايام، غلط جدا. الزيوت انتوا عارفين ان الزيوت بتسد المسام، فده مش صح. فكل اللي انت تعمليه صح ان انت تحطيه ساعتين، من ساعتين لاربعه، او تحطيه بالليل وتاني يوم الصبح تغسليه. اهم حاجه ان انت ما تبيتيش بيه كام يوم، غلط. بلاقي ناس كتير جدا بتيجي تقول لي في قشره وشعرنا بيتساقط، ما طبعا الزيت بقاله 4 ايام سادد مسام الشعر بتاعك، فبالتالي اكيد هيعمل حاجه عكسيه. فاستخدمتي لو استخدمتي الحاجه صح هتديكي نتيجه صح. بس كده نكون خلصنا الوصفه النهارده. وعلى فكره ناس كتير جدا بتقعد تقول لي بتقعدي ترغي كتير وتتكلمي كتير، لا، انا الافاده اللي افدتها لكم في الفيديو وكميه المعلومات اللي اديتها لكم مش اي حد هيطلع يقولها. لازم يكون فاهم، لازم يكون دارس، ولازم يكون عارف الاعشاب. فصدقيني لو انت مشيتي على الطريقه بتاعتي وعلى الاستخدام وعلى المعلومات بتاعتي، صدقيني شعرك اخر الشهر هيبقى حاجه تانية. بس كده تنسيش تصلي على رسول الله في الكومنتات، ومع السلامه.